ثلاث ايام، سبت اثنين واربع. فظل الحرب والاجتياح، خلونا يومين، فقال اربع ساعات خلونا ثلاث ساعات. صارت الحرب، اشتد الحرب علينا، ولهذا لا عرفنا نطلع ولا ننزل. الا لقيت 15 يوم لا غسيل ولا هذا. تم اليوم استئناف العمل بوحدة غسيل الكلب المسمى الشفاء الطبي بعد ايقاف هذه الخدمة لمدة اكثر من اسبوعين بسبب الحصار واحتلال المستشفى من قبل قوات الاحتلال. توقف هذه الخدمة ادى الى وجود مضاعفات على المرضى مثل تراكم السموم وزيادة الوزن المتمثل بالسوائل وارتفاع في نسبة البوتاسيوم. كل هذه الاشياء ادت الى مضاعفات، وفقدنا العشرات من الحالات فقدت حياتها بسبب توقف خدمة غسيل الكلام. يعني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعرضت قطاع غزة إلى هجمة شرسة، أيضا تعرضت المنظومة الصحية إلى انهيار تام في ظل آلاف الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات. وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع استقبال فيها أي جريح، خاصة في المحافظات الجنوبية، في محافظة خان يونس ومحافظة الوسطى ورفح. أما في محافظات غزة ومحافظة شمال غزة، الوضع كارثي بمعنى الكلمة. كافة المستشفيات تم استهدافها، المستشفى الوحيد اللي فقط يقدم الآن رعاية صحية مستشفى الأهلي العربي المعمداني، بالإضافة إلى مستشفى كمال عدوان. نناشد كافة المؤسسات الدولية، كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية، دعم المنظومة الصحية من أجل النهوض من تحت الركام مرة أخرى، من أجل تقديم الرعاية الصحية لأهلنا ولجرحانا ولمصابينا.